يبدو أن قطبي الكرة الإسبانية برشلونة وريال مدريد حاولا تعاقد مع نجم مانشستر سيتي الدولي البلجيكي كيفن دي بروين خلال الميركاتو الصيفي الماضي قبل التوصل إلى اتفاق لتجديد عقده مع النادي الإنجليزي. وتحدث وكيل أعمال كيفن دي بروين باتريكو دي كوستر عن اهتمام برشلونة وريال مدريد بضم موكله قائلا: فيما يخص برشلونة وريال مدريد كانت لدي اتصالات غير رسمية مع ممثلي هذه الأندية، والاتصالات ستستمر طالما أنهم مهتمين بالتعاقد مع موكلي مستقبلا، لكن لا يوجد شيء في الوقت الحالي. ويرتبط كيفن دي بروين 26 سنة مع مانشستر سيتي بعقد يمتد إلى غاية صيف 2023، هو الذي انتقل إلى النادي الإنجليزي في صيف 2015 قادما من فولفسبورغ مقابل 68 مليون جنيه استرليني.